بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب السادس العلمي الأعزاء، اليوم المحاضرة الثانية من محاضرات الدوال الدارية. اليوم راح نحكي على قاعدة واحدة شباب، بس راح تحتاج أن نحفظ بعض القوانين. تذكرون المحاضرة اللي فاتت نحكينا عن دوال دارية عادية، سميناها أول جزء دوال دارية عادية، عرفنا ليش سميناها عادية، حفظناها، قلنا حفظ. اليوم شباب راح نحكي على قاعدة واحدة بسيطة حتى لا نخبط الأمور، يعني ما يعني ورا هاي القاعدة راح تبدي دوال دارية تربيعية، حتى لا يعني أقدر أكمل لك وراها، بس خلي كل محاضرة بحد أحسن لك حتى نوصل هاي المحاضرة شوية قليلة. القوانين راح نحتاج شباب، قوانين جدا مهمة ولازم أي طالب سادس حافظها من يوصل للتكامل، تمام؟ تفيد هسه وتفيد مستقبلا إن شاء الله. تكامل القوانين شباب مو كلها راح اعطيها دفعه واحده، راح انطي اللي يحتاجه هسه، احتاجه من انا مثلا محاضرتي بالدوال الدائره التربيه راح اعطيك كم قانون، قانون ابو النص نسميه احنا، تمام؟ بالفيكات يعني حنجزئها بعدين نلمها كلها، اقول لك يابا هذا التكامل هذا اجزاء ونحتاج هاي القوانين، تمام؟ فخلي بالك هاي مو كل القوانين راح تحفظها، هي سهلات. أهم قانون عند التكامل شباب يسموه الملك، يسموه الذهبي، يعني أي اسم، اللي هو هذا ساين تربيع x زائد كوساين تربيع x مجموعة يساوي 1. هذا أهم قانون عند الشباب، إنه ساين تربيع x زائد كوساين تربيع x مجموعة الاثنين راح تجد مجموعهم 1. هذا يطلعون من عنده قانون يا شباب، مرة راح اسوي دلالة ساين، مرة دلالة الكوساين. يعني شلون؟ من اجي اقول ساين تربيع اكس ايش حيساوي؟ 1 ناقص الكوساين، صح؟ 1 ناقص كوساين تربيع اكس، هذا هو القانون. الثاني حسوي دلالة الكوساين تربيع، حقول الكوساين تربيع اكس شو يساوي شباب؟ 1 ناقص الساين، اذا 1 ناقص ساين تربيع اكس. هذا اول قانون اللي هو شنو هو؟ الملك يسموه ساين تربيع زائد الكوساين تربيع مجموعهم 1. هذا اهم واحد كتبت لك اياه. نجي على ثاني واحد، هذا واحد. الثاني شباب هم نحتاجه هوايه، اللي هو سيك تربيع x يساوي سيك تربيع 1 زائد تان تربيع x. السيك تربيع هو 1 زائد تان تربيع، اكو كتبه بغير صيغه، يعني يكتب سيك ناقص او اتش يكتبوا اكو يسوي بدلاله التان، انه تان تربيع x يساوي سيك تربيع x ناقص 1، تمام؟ او كتبوا سيك تربيع ناقص التان يساوي 1، يسوي يشبه هذا بس سيك تربيع ناقص. في الوقت التربيع شلون تكتبه شباب؟ يعني هيك تكتبوا انه سيك تربيع اكس ناقص تان تربيع اكس يساوي 1، دير 1 مو زائد. احنا دائما اغلب يعني داش قاعد نحتاجه، نحتاج دائما هذا شباب، تمام؟ ثلاثة، هاي قوانين التكامل، ثلاثة الكوسيك تربيع اكس يشبه هذا بس حيصير 1 زائد كوتان تربيع اكس. نفس الشيء نقدر نكتبه نقول الكوتان تربيع اكس يساوي كوسيك، يساوي كوسيك تربيع x ناقص 1 الى اخره. تبني اهم 3 قوانين شباب نحتاجها، حفظوهم 1 2 3، ماكو داعي تحفظ التكمله، بس تحفظ هذا وهذا وهذا. ثلاثه شباب لازم تعرف، العفو 4 وصلنا، تعرف ذني الاساسيات، تعرف انه التان هو ساين على الكوساين، هذا لازم تعرفه، هو ساين x على كوساين اكس، هذا جدا مهم. وتعرف انه 5 الكوتان
هو كوساين على ساين اكس، كوساين اكس على ساين اكس، او بس نكتب الارقام هاي مهمات. 6 لازم تعرف انه ساين اكس هو 1 على الكوسيك، او بالعكس، يعني شلون بالعكس؟ انه الكوسيك اكس هو 1 على الساين اكس، 1 عكس الثاني. 7 سيك، او خلينا نقول الكوساين، عفوا الكوساين اكس هو 1 على سيك اكس مقلوبة، او بالعكس نقول سيك اكس هو 1 على الكوساين اكس. تمام شباب، هذا اللي همين راح نحتاجه مرات. انا مرات اقولهم للشباب بس تشوفوها، دائما السيك صديقة تان والكوسيك صديقة الكوتان، هاي مهمة تعرفها، السيك صديقة تان والكوسيك صديقة الكوتان. تمام، هذين راح نحتاج شباب مرات التان نحتاج نسوي ساين على الكوسين، راح تعرف بعدين وين. المهم هسه اللي خلينا نقول راح نستعمل، يمكن راح نستعمل هذا باللي يحتاجه، نستعمل هذا مثلا، البقية كلها راح تحتاجها ان شاء الله. اذا بهاي المحاضرة كلش كافي انه تحفظ لي ذني هسه، هذني سهلات التان ساين على الكوساين، الكوتان كوساين على الساين، تمام، او نقدر نقول كوسيك على السيك، الساين هو مقلوب الكوسيك او الكوسيك هو مقلوب الساين، نفس الشيء، هذني لازم تحفظون شباب، خليها لك. تمام، هاي قوانين التكامل، هذا جزء، بعدين ناخذ مثلا ما قوانين ضعف الزاوية، بعدين ما قوانين نصف الزاوية، لحد ما نجمع كل قوانين التكامل تحفظها نصا شباب، تحفظها حفظ لانه يفيدك. تمام، اذا هسه راح نمسح نروح نحكي شويه على القاعده السابعه مالتنا، خلينا نسميها القاعده السابعه اللي هي تكامل حاصل ضرب دالتين احدهما مشتقه الاخرى. طبعا شباب هذه القاعده تشبه القاعده بالضبط مال قوس مرفوع الاس ومصفه مشتقه بالضبط نفسها، بس حنعممها على الدوائر الدالية، قوس مرفوع الأس وبصفة مشتقة. انتبهوا يا شباب، هذه القاعدة السابعة شو تقول؟ القاعدة السابعة في خلل الإضاءة، ماكو شيء، واضح شباب. القاعدة السابعة شو تقول؟ القاعدة السابعة تقول إذا عندي تكامل قوس مرفوع الأس نفسه خلينا نسميه وبصفه اكو مشتقة داخل القوس، هاي القاعدة احنا اخذناها القاعدة الخامسة، احنا ما حنصيغها هالصيغة بالنسبة للدوائر الدائرية. ايش حنقول؟ طيب يا اخي تكامل، باشر حسمي لك اياها، تكامل حاصل ضرب دالتين احدهما مشتقة الاخر، حاصل ضرب دالتين احدهما مشتقة الاخر. تمام شباب، بس الدالتين مو واحدة من ذني، يعني هذني مو واحدة من ذني، باعوا يعني اللي هي تكامل سيك اكس تان اكس او تكامل كوسيك اكس كوتان اكس، مو واحدة من ذني، لان هل حاصل ضرب دالتين، بس هل نحفظناها وهي الدوال العادية هي تكامل سيك تان سيك، تكامل كوسيك كوتان سالب كوسيك، هاي حفظناها، فحاصل ضرب دالتين احدهما مشتقة الاخرى وليستا على الصيغة من الاثنين، يعني مو واحدة من الاثنين، هذني بحد اني حافظين تكاملاتهم، هذا تكامله هو سيك اكس، هذا تكامله سالب كوسيك اكس بلس سي، يعني مو ذني. تجيك دالتين شباب، واحدة مشتقة الاخرى
شو أسوي؟ أحذف المشتقة شباب وزيد الأس واحد وأقسم على الأس الجديد. يعني أستاذ نفس هو بالضبط نفس القاعدة مال قوس مرفوع الأس، بس خلي بالك نحكي على دوال دالية. فهمينا شباب التكامل حيصير نحذف المشتقة نزيد الأس واحد ان زائد واحد ونقسم على الأس الجديد ان زائد واحد طبعا زائد سيلا عشان تكامل غير محدد. فمن تجيك حاصل ضرب دالتين، اسمع احفظ اللي هحكي. إذا حاصل ضرب دالتين ليستا على الصيغة سيكتان كوسيكوتان، نحاول جعل أحدهما مشتقة الأخرى. أحاول أسوي واحد مشتقة الثاني، حتى شو أسوي؟ أزيد الأس واحد وأقسم على الأس الجديد وأحذف المشتقة. زين أستاذ؟ هذه تبين لك بالأمثلة راح تفهم أكثر. يعني شلون؟ بابوي أخذ مثال بسيط شباب. تكامل ساين تربيع اكس كوساين اكس دي اكس، حاصل ضرب دالتين. كل تشوف دوال داليه حاصل ضرب دال، اول شغله تفكر بيها هل اقدر اسوي احدهما مشتقه الاخرى؟ دائما تجي على الاس الكبير شباب. شنو مشتقه الساين؟ ها نبك على شغله ما وياك، اكتب وياي هاي الملاحظه مهمه. هذا الساين تربيع x ترى هو نفسه ساين x الكل تربيع، نفس الشيء شباب. تان تربيع او تقعيل x هو ترى نفسه تان x الكل تقعيل. فهذا الاس شباب ممكن يصير قوس مرفوع الاس، هذا الاس يصير قوس مرفوع الاس. خلي هاي الشغله ببالك، يعني هذا هنا هو نقدر نسوي ساين الكل تربيع، اوكي؟ تكامل حاصل ضرب دالتين، اجي على اس كبير دائما. هذا اللي اس تربيع. اجي اقول هذا كانما هيجي ساين اكس الكل تربيع، اجي اقول شنو مشتقة الساين؟ مو اقول شنو مشتقة الساين تربيع، كانما قوس مرفوع الاس ارتباطي. شنو مشتقة الساين؟ كوساين. اذا مشتقة نحاول جعل احداهما مشتقة الاخر، اذا مشتقة داخل القوس كانما موجودة اللي هي كوساين. اذا طبعا هي مو يعني دائما موجودة شباب، مرات انت تحتاج تضيف او تضرب، هاي تعرفوا القاعدة، مرات اذا مثلا تحط ثلاثة تضرب سالب هاي عادي. فهنا مشتقة الساين موجودة كوساين، فايش حسوي؟ حقول ساين اكس تكعيب على ثلاثة، حذفت المشتقة زيدت الاس واحد وقسمت على الاس الجديد، هذه معنى القاعده. فهي نفسها نحكي نقول قوس مرفوع الاس، نفس القاعده شباب نفسها تمام. بس هنا شوي حورناها، تكامل حاصل ضرب دالتين احدهما مشتقه الاخرى. احفظ لي هيك اسهل لك تمام شباب. اذا هذه القاعده الاخيره، من تشوف حاصل ضرب دالتين نحاول نسوي احدهما مشتقه الاخرى باي صيغه من الصيغ. راح نحل مجموعة أسئلة، فت خمسة أسئلة، وأنت شوي شوي تتدرج دوال البقع، يبقى دوال تربيعية وتكعبية وأسرة بعد دارخ. أنا أقول لك إياها حفظ، يحتاج له حفظ. شو تسوي يعني؟ تحفظ خطواتها، لا تصير يعني خلينا نقول بهالوقت إنه تقعد تريد تفهم مين جدتي وليش ذا حول. لا، هو صح التكامل يراد لنا من الذكاء شوية شباب، إنه تكامل حلو التكامل هو، بس اللي مقابل دوال تربيعية تكعبية أس أربعة هذني راح نحفظها. مسوي لك مجموعه خامسه اسمها الفيكات، هي من اسمها فيكات يحتاج الحفظ، ما يفيدك هنا، يحتاج هذا شلون تفكر، شلون تفكر صح حتى تكامل الداله هاي. هذا عازل لك اياها 20 سؤال تقريبا، اسمها الفيكات تمام. نروح نمسح هذا شباب. هسه عرفنا القاعده شو تقول، حاصل ضرب دالتين احدهما مشتقه الاخرى، بس مو هذه الصيغه. طب مو سيكتان، خلي يجي سيك تربيع بس ويا طعان، بس مو سيك تان او كوسيك كوتان، لاني اذني حافظين التكاملات مالتها. نروح نمسح الصبوره ونحل شباب اسئله جد ما نقدر على هذا الموضوع. فت خمس ست اسئله ناخذ وحتى نبلش بالدوال التربيعيه. وقت كوم اكو، لا تخاف شباب على كيفك،
وراح اكمل المنهج اول اربع فصول ارجع لك على الفصل الاول. نحل من اول موضوع، نحل اسئله بعد، احنا خفت طبعا الجلد شويه يعني البدايه بالفصل الاول جلد شويه يعني الامثله قليله خوفا انه ما نلحق، بعدين بنأجل الامتحانات ان شاء الله نرجع على الفصل الاول نعطي وزاريات ونحل اسئله اضافيه. اخلي لك الكتاب كله متكامل بين يدك ان شاء الله. راح ناخذ مجموعه من الاسئله بسيطات تكامل تان تكعيب اكس سيك تربيع اكس دي اكس تكامل ساين اس 4 اكس كوساين اكس دي اكس. هاي مال كتاب شباب، هذا مال كتاب تكامل ساين اكس ناقصا كوساين اكس اس 7 قوس بصفين كوساين اكس زائد ساين اكس دي اكس. السؤال اللي بعده ناخذ واحد سهل او الفكره نخليه بالاخير. تان اكس على كوساين تربيع اكس كل دي اكس. عفوا بقى شباب، راح نيجي نحل من ثلاث اسئله اربع اسئله. تكامل تان تكعيب سيك تربيع، هل هي احد اللي اخذناها الدوال السته اللي اخذناها السنه؟ لا صافي، لو سيك تان كان قلنا تكامل سيك تان هو سيك، بس حاصل ضرب دالتين. اول شغله تفكر بيها، هل يمكن جعل هل واحد من عندهم مشتقه الاخ؟ بنحكيها بالعاميه، هل واحد من عندهم مشتقه الاخ؟ دائما بين الشباب الحكي تعال على بلوس كبير، هذا التان هذا كانما تان الكل تقعيد، تان اكس الكل تقعيد. تجي تقول شنو مشتقة التان؟ شنو مشتقة التان شباب؟ عيانها سيك تربيع، إذا شو تسوي؟ هذا حاصل ضرب دالتين، أحدهما مشتقة الآخر، بس تجي شو تسوي؟ با علي، حتقول وين يساوي؟ تكامل، حط تان اكس الكل تقعيد، حتى كأنما صار قوس مرفوع الأس. صفة شنو اكو؟ اكو سيك تربيع اكس دي اكس. هسه راح تجي مرت النخله، شنو التكامل؟ العفو شنو مشتقة التان؟ سيك اكس في واحد، العفو سيك تربيع، مشتقة التان هي سيك تربيع ومشتقة الزاوية هي واحد موجودة، إذا أحذف المشتقة هاي كلها بابا على يدي، هاي المشتقة كلها راح نحذفها، نجي هنا نزيد الأس واحد ونقسم على الاس الجديد، اذا حيصير وين يساوي؟ تان اكس اس 4 على 4 زائد سي، نقدر راسا بعد ايش نكتبه؟ ربع تان اكس هنا نحط الاربعه زائد سي، انتهى السؤال. اذا حاصل ضرب دالتين، اول شغله تفكر بها، بابا وياي شباب. احنا جينا من نشوف كسر بسط المقام، اول شغله افكر بيها هل البسط مشتقة المقام؟ هاي واحد. من نشوف قوس مرفوع الاس هل اقدر اوفر مشتقة داخل القوس؟ من نشوف دالتين داريتين، حاصل ضرب دالتين داريتين، اجي اقول هل يمكن جعل احدهما مشتقة الاخرى؟ تمام شباب؟ اذا هل يمكن جعل احدهما مشتقة الثانية؟ مشتقة السيك شنية؟ سيك تان. صح؟ مشتقة السيك سيك تان موجودة عندك تان تكعيب، مشتقة باع السيك هذا هم يعتبر كأنما سيك الكل تربيع، مشتقة سيك سيك تان موجودة ما نقدر، صح ولا مو صح؟ فأنت ايش تبي تفكر؟ اجي على هذا، حاصل ضرب دالتين هل يمكن جعل أحدهما مشتقة أخرى؟ شنو مشتقة الكوساين؟ مشتقة الكوساين سالب ساين، عندي ساين أس 4 ما تفيدني. اجعل ابو الاس الكبير شباب، ابو الاس هذا الاربعه
اجي اقول اوف الاربعه كانما على ساين اكس الكل اس اربعه، شنو مشتقه الساين؟ كوساين. اذا موجود استاذ راح نيجي حتى للاحتياط، حجي اقول تكامل ما عليدي ساين اكس الكل اس اربعه صح؟ هذا بصفه هنا اكو كوساين اكس دي اكس. ايش قد مشتقه الساين على كيفنا؟ مشتقه الساين كوساين، ومشتقه الزاويه واحد اذا موجوده كلها. اذا راح نحذف المشتقه، هاي المشتقه كلها ايش فيها؟ كلها راح تطير. هذه كلها راح تطير المشتقه. نجي هنا شباب نزيد الاس واحد ونقسم على اس جديد، تقدر تقول راسا ساين اس 5 اكس على 5 بلس سي. هاي كلش بسيط حلها ترى هذا شباب. هذا نفسه، هذا مبين اصلا حاصل ضرب دالتين، هذه كلها داله وهذه كلها داله. تجي على ابو الاس الكبير، شنو مشتقه داخل القوس؟ مشتقه الساين هي كوساين صح؟ كوساين اكس. مشتقه الكوساين هي سالب، سالب سالب، بالسالب صار موجب ساين صح شباب؟ با مشتقه الساين كوساين، مشتقه الكوساين سالب سالب، انت عندك سالب صارت موجب ساين. اذا هل مشتقه داخل القوس موجوده؟ هي انا بصفها موجوده بصفها. اذا هذه شباب هي مشتقه هذا صح؟ اذا هذه كلها المشتقه، راح نحذف المشتقه كلها، نجي على هذا شو اسوي له؟ نزيد الاس واحد حيصير وين يساوي؟ ساين اكس ناقص كوساين اكس اس 8 على 8 بلس سي. انتهى السؤال شباب، هاي كلش بسيط. نجي على هذا، خليني اقول لك شغله شباب، التكامل دوال ذني ما بيه ناتج واحد، ترى اكثر من ناتج ونواتج مختلفه تطلع. حلو الحكي؟ فضلا من عندي هذه، يعني يمكن هذا او غير سؤال تقدر تحله باربع طرق، كل طريقه تعطيك ناتج مو غلط، كلش عادي بالتكامل، هاي خليها ببالك. نجي على هذا، تان على كوسيك تربيع. انت شوي شوي راح تبدي تربط التان منو صديقه؟ منو صديقه التان؟ السيك. الكوتان منو صديقه؟ الكوسيك. انا عندي تان وعندي كوساين تربيع. عندي فد قاعده شو تقول؟ تقول السيك اكس هو واحد على كوساين اكس صح؟ زين اذا ربعت هذا، يعني اذا قلت واحد على كوساين تربيع اكس، هذا ايش حيطلع لي؟ حيطلع لي سيك تربيع اكس صح ولا مو صح؟ هاي القاعده الاساسيه، بس تقدر مثلا خلينا نقول تربع الطرفين، تربع هذا وتربع هذا، الواحد تربيع واحد. اذا هذا كانما ايش حاعتبره؟ ضرب علي يا شباب. ها الحلو بالتكامل، فكر ايش قد ما تقدر، فكر وغلط عادي، حتى لو بالامتحان شباب فكر لحد ما توصل لحل. جزء تفكيري غلط هذا، انا صح ولا مو صح؟ مو شرط انا ولا انا حافظ الماده، خلينا نقول بس لا، انا اول تفكيري يجي ببالي تان هذا الكوساين تربيع، شوي شوي تبدي تتعلم منها. اذا اصعد لي فوق شو يصير؟ يصير سيك تربيع. زين شنو الربط بين التان والسيك؟ احنا مو اصدقاء. خليني اقول لك شغله شباب، هذه شلون احفظ لك اياها؟ الكوساين صعد لي فوق يصير سيك، السيك صعد لي فوق يصير كوساين. اذا الكوساين تربيع اصعد لي فوق شو يصير؟ يصير سيك تربيع. احسن ما تقعد تحفظ لي هذه، الكوساين صعد لي فوق شو يصير؟ يصير سيك، الساين صعد لي فوق شو يصير؟ يصير كوسيك. اذا هذا الكوساين تربيع اذا حصعد لي فوق، مو قصدي اصعد لي فوق اسوي كوساين والسالب 2، لا اقصد على هذا هو واحد مقلوب الثاني، بس احنا نقول الصعد اللي فوق حتى تفهمون قصدي، انه واحد يقول الثاني اذا الكوساين تربيع صعد اللي فوق حيصير كوساين والسالب 2، لا حبيبي انا ما اقصد هذا، اقصد هاي القاعده انه الكوساين تربيع صعد اللي فوق او مطلوبه تقربه يصير سين تربيع. فهذا كانما تخيل شباب هو واحد على كوساين تربيع، واحد على كوساين تربيع من هو؟ سيك تربيع، هذا اللي قصده انه الكوساين اصعد لي فوق. اذا حيصير تكامل سيك
تربيع اكس في تان الاكس دي اكس. هذا حاطك يا ويفيك عطار. شنو؟ هل يمكن جعل احدهما مشتقة الثاني مشتقة السيك سيك تان؟ هذا كل اذا بنتخيل هذا وخلنا نفكر، هذا كل تربيع مشتقة السيك سيك تان، ما عندي بس تان اذا لا ما يفيد ما يفهم. شنو مشتقة التان استاذ؟ مشتقة التان هي سيك تربيع موجودة بصفر، اذا حاصل ضرب دالتين احدهما مشتقة الاخر، اذا نجي نحذف المشتقة، هاي مشتقة التان، نحذف المشتقة شباب نجعلها هذا، ايش قد الاسمنت هذا؟ واحد، اذا نزيد الاس واحد حيصير تان تربيع اكس على 2 بلس سي. واحد اجى قال خليني افكر استاذ غير تفكير، اقول له حقك بابا وياي. نفس السؤال، تان اكس على كوساين تربيع اكس الكل دي اكس، كان انا افكر انه التان اسوي ساين على الكوساين، يعني التان حيسوي ساين على كوساين، عندك هنا كوساين تربيع اكس صح؟ تعال افتح التان سوي ساين على الكوساين، كوساين تربيع حيصير كوساين تكعيب اكس، هذا حصعده لي فوق ما اسوي سيك، اقصد اصعده غير شاطر هسه، حيصير كوساين والسالب 3، انا هنا قربت اشارته لنعرف صديق التان هو السيك صح؟ بعدين تبي تحفظها، صديق التان هو السيك، فصعدت الكوساين مو صعدته، هو واحد على الكوساين هو سيك، اذا واحد على الكوساين تربيع هو سيك تربيع، تمام؟ بس هنا مجرد صعدت هذا غير اشارته ساين اكس دي اكس. شنو مشتقة الكوساين؟ مشتقة الكوساين موجودة اللي هي سالب ساين صح؟ إذا أقدر أحط سالب أنا هنا وأحط سالب برا، إيش حسوي؟ راح أحذف مشتقة هذا مشتقة الكوساين، أزيد الأس واحد حيصير كوساين إكس والسالب 2 على سالب 2 وأنت عندك برا سالب، هذا غير حل، هاي خلينا نقول هذا طريقة فعشرة طلع لي غير ناتج تماما. فهذا اللي أقول لك فكر بالتكامل، فكر واغلط ماكو مشكلة، خاص هاي وين تفكير كله حنجمع بالفيكات، موضوع قلت لك اسمه الفيكات شكو إن شاء الله، وأحس شلون ونس أنا أحس شباب والله العظيم من تقرأ التكامل فكر شغل دماغك شوية، احفظ لي القوانين على صفحة خليها يمك قدامك وشوف لا تحتاجه. بس اللي صح انا قلت لك السيك هو واحد على الكوسيك، انت دارك تعرف السيك تربيع هو واحد على الكوساين تربيع، تمام؟ فالتكامل تونس ان شاء الله خاصه للدوال، يعني ظل فكر جيب لنا ودي لنا صعد هذا افتح التان واحد على الكوسيك تربيع سوي غير شيء، تمام؟ شو اللي حبيت توصل لفتح حل، اوكي؟ بعد ناخذ امثله ما اكتفينا، ناخذ بعد فت مثاليه وننهي المحاضره. ناخذ بعد مثال يا شباب، هاي مثاليا هم بين الشباب به فيكات بس ممتعه طبعا، هي قلت لك هذا الموضوع مو هذا ما الموضوع الفيكات، جدا ممتع موضوع الفيكات، راح نفكر نظل نفكر اكو لا اكو فد ثلاث امثله شباب موضوع الفيكات اقول لك حبيبي احفظ فكرتها لانه يعني شويه مصعبيها على الطالب كطالب سادس، ما احكي لك انا مثلا متخرج من هندسه وماخذين دبل انتجرال يعني تكامل ولا انا بقول لك يعني مثلا واصل مرحله لا، بس قصدي يعني جزء فكرته شويه صعبه على طالب السادس، اوكي؟ خاصه بهالظروف. عندنا دالتين اخر دالتين بقت نجيب القلم الازرق كلش حلو، لان الدالتين تكامل واحد زائد تان اكيد تان تربيع اكس على تان تكعيب اكس دي اكس تكامل تان 3 اكس سيك اس 5
3x dx. هاي اخر سؤالين. خلينا نفكر شباب هذا. تان تكعيب وعندي 1 زائد تان تربيع. الفوق استاذ هذا الفوق وين شايفه؟ حكتب لك قانون بل كيفيدك حبيبي. كتبنا ليس قانون انه سيك تربيع اكس هو 1 زائد تان تربيع اكس. زين هذا اذا سويته سيك تربيع صعدت الثاني يمه خلينا نجرب الله وين يساوي؟ تكامل 1 زائد تان هو سيك تربيع اكس، التان صعدني فوق حيصير تان السالب 3 اكس صار حاصل ضرب. هذول الاصدقاء رجعوا حاصل ضرب دالتين. شنو مشتقة السيك؟ سيك تان صعبة على عندي تان سالب 3. زين نجي على هذا التان شنو مشتقته؟ استاذ ليش ما قلت تان؟ حبيبي لان هذا كانما تان الكل السالب 3 تمام؟ شنو مشتقة التان؟ مشتقة التان هيانها هي سيك تربيع اكس. هاي مشتقة التان. اذا مشتقة التان موجودة حجي احوطها حتى لا انساها. راح نحذف مشتقة داخل القوس كأنما حزيد الاس واحد حيصير تان اكس السالب 2 ونقسم على الاس الجديد اللي هو سالب 2 زائد سي. اذا بقى شلون فكرت انا؟ اجرب قلت 1 زائد تان هو سيك تربيع بقيت صعدت التان يمه لقفتها صارت حاصل ضرب دالتين احدهما مشتقه الاخرى. اذا مشتقه التان هو سيك تربيع زائد الاس واحد وقسمت على الاس الجديد. بعد هذا همينا تان سي بقى شلون واحد يزيد الاخ. اجى واحد قال بين استاذ مشتقة التان هو سيك تربيع. مع الاسف عندي سيك اس 5 اني. صح؟ عندي سيك اس 5 ما يفيدني. زين نجي نجرب. شنو مشتقة هذا اس 5؟ شنو مشتقة السيك؟ سيك تان. انا عندي بس تان استاذ. زين اقول لك انت عندك سيك اس 5 ما تقدر تعطيني واحد؟ التان صح علي قال له يابا انت عندك 5 شو اسوي بيهن؟ اعطيني واحد. خليني افكر. خلي بالله انا عندي سيكوس 5 التان العفو مشتقة السيك هي سيك تان. انا عندي بس تان اجى التان صاع السيك قال له ما تعطيني واحد من يمك خل اعطي والله واحد خل نشوف يصير ويساوي هذا التان حياخذ سيك من هنا صار سيك 3 اكس تان 3 اكس هذا ايش قد بقى عنده؟ بقى عنده سيك 3 اكس اس 4 صح؟ دي اكس خلينا نجي نجرب شنو مشتقة السيك؟ سيك تان موجودة او مشتقة الزاوية هسه مو مشكلة نوفرها مشتقة السيك شنو يا شباب؟ سيك تان اذا هذا بقى ايش حاعتبره؟ ويساوي سيك 3 اكس تان 3 اكس سيك 3 اكس الكل اس 4 كلش عادي طبيعي قلنا ايش احنا نسوي؟ دي اكس شنو مشتقة السيك؟ هي سيك تان في مشتقة الزاوية، لا تنساها اللي هي 3. إذا أستاذ تقدر تعطيني 3؟ بعد تان جت طماع، أخذ سيك وأخذ 3. طيت 3 حطيت برا ثلث. هسه مشتقة داخل القوس كلها راح أحذفها. هذه كلها راح أطير، وهذه كلها راحت. إذا حاجي أزيد الأس واحد حسوي ويساوي سيك 3 اكس حيصير اس 5 على 5 ولا تنسى الثلث برا زائدا سي اذا حيصير 1 على 15 سيك اس 5 3 اكس بلس سي. اذا ما اعرف شلون فكرت، اول شيء فكرت شنو مشتقة التان؟ سيك تربيع ما اقدر حتى اذا سحبت من عندها حيبقى لي سيك اس 3 وين اوديه؟ بس فكرت قلت شنو مشتقة السيك؟ سيك تان. التان اجى قال لي يابا تعال انت شو تسوي بذني الخمس سيكات اللي عندك؟ اعطيني واحد. اجى اعطيته واحد بقى عنده اربعه. هسه مشتقة السيك هي سيك تان مشتقة الزاوية اللي هي 3. اذا سيك تان صار عندي حطيت 3 برا ثلث حذفت مشتقة السيك اللي هي سيك تان زيدت الاس واحد وقسمت على الاس الجديد.
شو التفكير؟ اذا استاذ انت هنا شو احتاجين بعض؟ احتاجين نعرف انه مثلا هذا واحد زائد تان تربيع يساوي سيك تربيع، واحد على الكوساين هو سيك، واحد على الساين هو كوسيك او بالعكس. اذا القوانين اللي كتبت لك اياها بالبدايه تمام الاساسيه ذني حطيناها صفحه من هسه تحتفظ بها نهايه التكامل الدوري، وراح اضيف جوها سيرة في الورقه اسمها قوانين مو تكامل، قوانين الدوائر الدائريه. هذا قانون سيك تربيع مكاننا احنا شباب. احتاجت مثلا تان اسوي ساين على الكوساين، هاي قوانين الدوائر الدائريه، خليها صفحه. اذا شباب المحاضره الجايه راح قلت لك انا اقول لك اياها هسه، المحاضره الجايه واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها تقريبا تعتمد على الحفظ نسبه 60% الحفظ والله، يعني بتجيك تكامل داله الساين تربيع راح اقول لك ابو النص راح حافظ انت ابو النص نص واحد ناقص كوساين 2 اكس تسوي، يعني راح تحفظ بعض الشغلات تمام. انا اضج اتلفظ بهذا اللفظ، الرياضيات هو محفظ بس احنا مجبورين قوانين دوال دائريه نحفظها، ماكو وقت السفر كمية جتي وشلون صارت، يعني ما عندنا وقت لهذا الشيء يصير. فراح اقول لك المحاضرات الجايه شوي احتاجك بالحفظ مثل الطلقه، من اقول لك كوساين تكعيب تعرف شلون تكامل كوساين تكعيب، من اقول لك كوساين تربيع تعرف شلون تكامل كوساين تربيع، من اقول لك كوساين اس 4 تعرف شلون تكامل كوساين اس 4، كل واحد حافظ طريقته تمام. انتظروا المحاضرات الجايه ان شاء الله شباب، كملكم الدوائر الدائريه والباقي كله سهل ان شاء الله، اشوفكم خير.